أنا في مرحلة الذكر بالاسم المفرد، فرشح لي كتب تفهمني أكثر معنى التصوف. التصوف مبناه أساساً العمل والعلم بعد ذلك، يعني عمل ثم علم. فاشتغل، اشتغل حتى تنتهي، ده انت لسه في الاسم المفرد. هتقرأ ايه في التصوف وتقرأ ليه؟ التصوف مش مجموعة من المعلومات. التصوف اللي احنا بنقوله ده اجتهاد في العبادة، قلة في الطعام، قلة في المنام، قلة في الأنام، قلة في الكلام. وبهذه الأربعة التي وضحها لنا أهل الله عبر القرون، القلة في أربعة. قلة الكلام ألف فيها ابن أبي الدنيا كتاب الصمت، كتاب كبير كده هو طبع، جمع فيه كل ما دعا فيه النبي إلى الصمت. وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إذا رأيتم الرجل أوتي صمتا فاعلموا أنه تنزل عليه الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. البنات بتسأل انتم مضطهدين ليه مضطهدينكم من كفالة الشر؟ قال لك ما هو بيقول لك كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، مريم وآسية امرأة فرعون وخديجة الحبابة وفاطمة عليها السلام. والرجال كمل منهم ناس كتير، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. اشمعنى؟ طب هو قال كمل ومش هيكمل تاني، ولا قال كمل في الماضي؟ في الماضي قال كمل. يلا حطي لروحك برنامج علشان تستحقي الكمال. وايه اللي معطل الكمال عند الستات؟ الرغي، لب 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 لب، دي شهوه. قوم الشهوه دي تقعد نص ساعه تقول لك والله انا ما رغاي. طب ازاي انت عايزه تكملي؟ قللي الكلام. وفي ناس نجحت في هذا واستبدلت اللغو، استبدلت به الذكر، واستبدلت الكلام بالصمت. فتجد ان الست اللي زي دي يفتح عليها اضعاف ما يفتح على الرجال. وكان مشايخنا يقول رأينا تحولا في النساء يفوقنا الرجال في العصر اللي احنا فيه ده. يعني يكمل من الرجال واحد اثنين والدنيا تلاهي مليانة ملاهي تركوها كما هي، ويكمل من النساء عدة. سبب كده ايه؟ اللسان. فالكلام وقلة الكلام من علامات الإيمان ومن علامات السعي الطيب. وربنا نهانا عن اللغو. وقلة الطعام بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وقلة الأنام فشرع لنا الاعتكاف وشرع لنا الخلوة وشرع لنا حتى قبل النبوة كان هناك غار حراء، وكل هذا مما يجوز أن نقلد النبي فيه صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف أمر مأمور به منذ إبراهيم، وجعل البيت محلا للاعتكاف.
وقلة المنام. والله مدح التهجد ومدح قيام الليل ومدح القيام في ثلث الليل الأخير، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأمرنا بالليل وبقيامه وبأن نناجي ربنا سبحانه وتعالى صلاة وذكرا ودعاء فيه. إذن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، تتجافى، يبقى إذن قلة المنام.